مرحبا أطفال الأعزاء، اليوم سنكمل درس الأشكال. لقد تعرفنا على المربع والمثلث. تعلمنا المربع، هذا هو المربع، والمثلث هذا هو المثلث. اليوم سنتعرف على المستطيل. ما اسمه؟ المستطيل. فلنعيد معا يا أطفال، المستطيل. أحسنتم. توا باش نقرأ السؤال. شنو قول لنا السؤال؟ ألونوا المستطيلات. ألونوا المستطيلات. لهنا عنا برشا أشكال باش نطلعوا وينو المستطيل. أحسنتم. نحن الآن نعلم أن هذا اسمه، ما اسمه يا أطفال؟ المربع. أحسنتم. وما اسم هذا؟ المثلث. جيد جدا. هاتان اسمهما نجمة. أحسنتم. هاته نجمة وهاته نجمة. وما هاته يا ترى؟ ما هي يا أطفال؟ إنها الدائرة. أحسنتم. فما تبقى لدينا يا أطفال الأعزاء؟ تبقى لدينا هذا الشكل وهذا الشكل. وما اسم هذان الشكلان؟ ما اسمهما؟ هل هما المستطيل؟ نعم، هذا هو المستطيل، وهذا أيضا المستطيل. المستطيل له وجهان طويلان ووجهان قصيران. وجهان طويلان ووجهان قصيران. أحسنتم. أنا الآن سأختار اللون الأزرق لألونه. ماذا سألون؟ المستطيل. لقد اخترت اللون الأزرق لألونه المستطيل. أنتم توا باش تختاروا أي لون تحبوه. فلنلون يا أطفالي. ها قد أكملت يا أطفال تلوين المستطيلات. هذا مستطيل وهذا مستطيل. وقد قمت بتلوين المستطيلين باللون الأزرق. سنمر الآن إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين الموالي يا ترى؟ أرسموا مستطيلا وألونه بلون أختاره. أول حاجة باش نرسموا مستطيل. هيا يا أطفال لنقوم برسم مستطيل، ثم سيكون لكم الاختيار في التلوين. المستطيل، كيف أرسم المستطيل يا ترى؟ كما قلنا المستطيل له وجهان طويلان ووجهان قصيران. هذا الوجه الأول الطويل، هذا وجه قصير، وأقوم برسم الوجه الطويل الثاني، وهذا وجه قصير. ها قد تحصلنا على مستطيل. أحسنتم. ماذا سأقوم الآن؟ ما العمل الذي سأقوم به؟ نعم، هو التلوين. أنا سأختار اللون الأخضر، وأنتم ماذا ستختارون يا ترى؟ سأترك لكم حرية التلوين. أنا سألون بالأخضر. ها قد أتممت تلوين مستطيل الأخضر. ما هو لون مستطيلكم يا أطفال؟ هل هو أصفر، أحمر، أم أزرق؟ إن كان أي لون اخترته سيكون لون مستطيلي جميل. الآن ماذا تبقى لدينا يا أطفال؟ هو
كتابه. نعم، كتابه كلمتي مستطيلا. هل تعرفون كيف تكتبون كلمه مستطيل؟ اكيد هذا مستطيل. مستطيل. ساقوم بكتابه كلمه مستطيل مره واحده. وانتم باش تكملوا بقيه النقاط في المنزل. باش نبداو حرف المو، بطبيعة الحال باش ياخذ مربع واحد. حرف السين باش ياخذ مربع، نعمل السكون نتاعي. حرف التاء باش ياخذ مربع، نعمل نقطتين والفتحه، ونرسم حرف الطاء. الكرش نتاعها باش تاخذ مربع واحد، والعصا باش تطلع ثلاثة مربعات. مستطي، حرف الياء، مستطي لون، ونهبط لهنا مربع ونطلع بها زوز. مستطي لون، مستطي لون. لهنا انا غلطت، في عود نكتب الكسرة عملت الفتحة، انتم ما تغلطوش كما غلطت انا بالضبط. باهي، مستطي طيلون. كل ما عليكم انكم تتبعوا بقيه النقاط. الان سنمر الى الشكل الموالي. سنتعرف اصدقائي الاعزاء عن الشكل الموالي. ما هو يا ترى الشكل الموالي؟ هو الدائره. احسنتم، فلنعيد الكلمه الدائره. فلنعيد الدائرة. أين هي يا ترى الدائرة؟ هل هذا أم هذا؟ لكن قبل ذلك علي بقراءة السؤال. ماذا يقول السؤال يا أطفال؟ ألونوا الدوائر بنفس اللون. ألونوا الدوائر بنفس اللون. سأقوم بتلوين الدوائر بنفس اللون. ولكن قبل ذلك فلنتعرف عن الأشكال التي سبق ودرسناها. ما هذا الشكل يا أطفال؟ لقد تعرفنا عليه منذ قليل. نعم، أحسنتم، إنه المستطيل. وما هذا؟ أحسنتم، إنه المربع. وهذا يا ترى؟ جيد جدا، إنه صديقنا المثلث. وما هذا يا أصدقاء؟ أحسنتم، أحسنتم، إنه أيضا صديقنا المربع. مربع مثلث، مربع مستطيل. وهذه نجمة مثل ما تظهر في السماء، وهذه نجمة أخرى. فما تبقى لدينا يا أطفال؟ هذه وهذه. وما هذين الشكلان؟ نعم، إنها الدائرة. هذه دائرة صفراء، وهذه دائرة زرقاء. سأقوم بتلوين الدائرتين بنفس اللون. أنا سأختار اللون الزهري. وماذا ستختارون أنتم يا أطفال؟ لم أسمع، هيا. نعم، أحسنتم، ستكون دوائركم جميلة جدا. أنا الآن سأقوم بالتلوين. أحسنتم يا أطفالي. لقد أكملت أطفال الصغار تلوين الدائرتين بنفس اللون، وقد أخترت اللون الزهري. إذن سأمر إلى التمرين الموالي. وماذا يقول هذا التمرين؟ أرسم دائرة وألونها. أرسم دائرة وألونها. سأقوم برسم دائرة. هذه هي الدائرة.
وماذا سأفعل الآن؟ سأختار لونا وألونها. أنا اخترت اللون الأزرق وسأقوم بتلوين الدائرة. شاهدوني يا أطفال كيف ألون. قد أتممت يا أطفالي تلوين الدائرة، وهل أتممتم أنتم أيضا؟ نعم أحسنتم. وما تبقى لدينا سوى الكتابة. أحسنتم. ماذا تقول كتابتنا اليوم؟ نعم أحسنتم، سنكتب كلمة دائرة. دائرة دائرة. كالعادة باش نكتب أنا مرة واحدة وانتم باش تكملوا بقية النقاط. حرف الدال باش نطلع به زوز الفوق هكا، نعمل الفتحة متاعو وبعد نعمل له العصا هذية الألف. د إي نرسم الهمزة. إي را را تن. تاء مربوطة، نعملها النقطتين ومن بعدها الضمتين. دائرة. توا شنو مازالكم انتوما باش تكملوا؟ نعم بقية الكلمات في كل نقطة. أحسنتم يا أطفالي، لقد تعلمنا اليوم المستطيل والدائرة. المستطيل والدائرة، فلا ننسى هذه الأشكال يا أطفال. وقد تعلمنا في الحصة الفارطة المربع والمثلث. الآن سأترككم يا صغاري، إلى اللقاء.